لفريق احمد شفيق المرشح الرئاسي الاسبق مش عايز يسيب المشهد بسهوله. فبالرغم من انه مش موجود في مصر وانه لحد النهارده في الامارات علشان وضعه على قوائم ترقب الوصول بقرار من النائب العام، الا انه هيشارك في انتخابات رئاسه حزب المؤتمر اللي المقرر انها تعقد بكره في قاعه المؤتمرات بالازهر. وزي ما اكدت مصادر لليوم السابع، فالفريق شفيق هيشارك في المؤتمر من خلال خاصيه الفيديو كونفرنس، وهيعلن في خطابه من خلال الفيديو كونفرنس لاعضاء الحزب انه بيعلن عزمه للترشح لرئاسه الحزب وطلبه تجديد الثقه فيه. كمان من المنتظر انه الفريق شفيق يعلن ثقته في الامانه العامه والهيئه العليا للحزب الحاليه. وقال المستشار يحيى ادري النائب الاول لرئيس الحزب ان باب الترشح لرئاسه الحزب هيتم فتحه بكره، وانه مش هيشارك او ينافس على منصب الرئيس، ومش هيفعل ده او مش هيعمل ده ايا من قيادات الحزب. وقال كمان ان الموقف القانوني للفريق شفيق سليم، وان مفيش عنده اي موانع قانونيه، وانه ليه الحق انه يشارك في الانتخابات ويفوز بيها في ظل حضور 1400 عضو بيمثلوا الامانات العامه والفرعيه لحزب الحركه الوطنيه في مختلف محافظات الجمهوريه. وده بعد ما ادت لجنه شؤون الاحزاب مهله للحزب لحد يوم 6 يناير اللي جاي علشان يتم انتخاب رئيس للحزب، علشان ما يتمش اعلان اداره الحزب بواسطه لجنه مؤقته. جريده الوطن اهتمت بوضع الشباب في الانتخابات البرلمانيه اللي جايه، وقالت الجريده ان عدد كبير من الشباب هيخوضوا الانتخابات البرلمانيه للمشاركه في الاستحقاق الثالث من خارطه الطريق بعد تخصيص 16 مقعد للشباب في القوائم، بالاضافه كمان لعدد كبير يخوض التجربه على المقاعد الفرديه، بعضهم سبق وشارك في الانتخابات اللي فاتت. من ابرز المرشحين طارق الخولي اللي خاض المعركه في 2011، محمود بدر مؤسس حركه تمرد اللي هيخوض المعركه في دائره شبين القناطر، والصحفي عماد خليل اللي هيخوض التجربه على احدى القوائم ممثلا لشباب الصعيد، واحمد عيد اللي هيخوض الانتخابات على المقعد الفردي في امبابه، وبلال حبش في ديار بنجم بالشرقيه، والمهندس جون طلعت اللي خاض معركه شرسه في الانتخابات اللي فاتت ضد جماعه الاخوان، وكمان خاض الاعاده مرتين وكان على وشك النجاح بعدها بحصد 186 ألف صوت. أما جريدة الشروق فعملت تقرير عن وضع مجلس نقابة الأطباء المنتخب بعد سنة من انتخابه من أغلبية سيطر عليها تيار الاستقلال بعد إقصاء جماعة الإخوان اللي سيطرت على النقابة لأكثر من 25 سنة. وقالت الأمين العام للنقابة منى مينا، دكتورة منى مينا اللي تعتبر أول سيدة تتولى المنصب ده في مصر، إن المجلس خلال الفترة دي سعى بشكل جيد لتحقيق جزء كبير من البرنامج الانتخابي اللي وعد بيه بعد ما حصل على الأغلبية خلال الانتخابات اللي فاتت. وقالت كمان إنه خلال الفترة دي قدروا إنهم يحققوا تحسن بسيط في أجور الأطباء، وإنه راتب الطبيب حديث التخرج ارتفع ل 950 من 950 جنيه ل 1450 جنيه، وهيزيد تاني بعد التعديلات اللي هيتم تطبيقها على قانون المهن الطبية لمبلغ 2000 جنيه في يوليو 2015. لكن عضو مجلس النقابة عمرو الشورى كان ليه رأي تاني، قال إن المجلس دلوقتي ما اختلفتش طريقة إدارته عن مجلس الإخوان من حيث التفرد بالرأي الاستحواذ في العمل النقابي. وقال كمان إنه أعلن استقالته من تيار الاستقلال قبل يوم واحد من الانتخابات في البداية، كان المجلس قوي واستهل عمله بالتركيز على القضايا الحقوقية للأطباء من خلال دفاعه عن قضايا. وقال إن التحالف اللي تم خلال الانتخابات كان هدفه إسقاط جماعة الإخوان، لكن بعد الانتخابات سيطر تيار سياسي بعينه وتسبب في تهميش بقية أعضاء المجلس، وده هيعود بينا لعصر الإخوان حسب كلامه. على نفس الخط قال عضو المجلس خالد سمير اللي كان بيتولى منصب أمين صندوق النقابة واعتذر عن المنصب بعد خلافات، إننا كنا متفقين داخل تيار الاستقلال على مبادئ قبل خوض الانتخابات، لكن الأمر اختلف بعد الانتخابات وسيطرت مجموعة محددة على المجلس واعتبروا إنه أي حد يخالفهم في الرأي خاين ليهم. في موقع
البلد. قال صلاح جابر والد الشهيد جابر جيكا ان الحكم الصادر بضم نجله لشهداء الثوره هو اعتراف رسمي من الدوله بانه شهيد، واكد ان الحكم ده رد اعتبار لان قضيه او قضيه جابر مختلفه عن معظم قضايا الشهداء، وطالب الدوله بالعدل والقضاء على التفاوت الطبقي الموجود، وقال انه في دلوقتي اشخاص بيسكنوا في المقابر وناس تانية بيسكنوا في القصور والعدل ما تحققش والقانون بيطبق على الضعيف، ومفترض انه الدوله تحمي الضعيف من القوي مش العكس، والدوله مش بتحقق العدل او اللي ما تحققش العدل بتسقط. وجه والد جيكا رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي وقال له دماء الشهداء في رقبه كل رئيس مصري قبل ان يتحمل حكم مصر، فلهذا دم الشهداء في رقبتك ويجب ان تاتي بحقهم. الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب مقال بخط ايده لعدد مجله المصور التذكاري بمناسبه مرور 90 سنه على صدورها، ناقش فيه دور الاعلام اللي بينتظره، وكتب الرئيس: اقول اذا كان الاعلام المصري قد اثبت انه اعلام قوي قادر على الحشد خلف الوطن في معركه المصير اللي خاضتها ثوره 52 فثقتنا كامله في ان اعلامنا سيثبت من جديد انه على قدر المسؤوليه في معركه الوجود التي تخوضها الدوله والشعب ضد الارهاب. موقع دوت مصر خد تعليق خبراء الاعلام على المقال، وكان من ضمنهم مثلا دكتور عدلي رضا الاستاذ بكليه الاعلام بجامعه القاهره اللي طالب الاعلاميين بالالتفاف حول الوطن والنهوض به، واشار الى انه بعض الاعلاميين بيصدروا القضايا السلبيه بس للجمهور، ونوه الى انه الرئيس كان يقصد في خطابه للاعلاميين انهم ينهضوا بمصالح الوطن، ونفى انه الفتره اللي فاتت من حكم السيسي شهدت اي تقييد للحريات، لكن على العكس اكد وجود بعض التجاوزات تعدت سقف الحريات في الاعلام. اما الدكتوره ليلى عبد المجيد العميده السابقه لكليه الاعلام فقالت ان الاعلام في الوقت الحالي بيشهد انفراجه في حريه التعبير، وقالت انه الرئيس طالب الاعلاميين بالالتفاف حول الدوله اللي بنريد حمايتها من الارهاب، وطلبت الاعلاميين بالاقتداء باعلام السبعينيات اللي حشد لحرب الاستنزاف. وضحت ان رساله الاعلام في ايام الحرب تكون مختلفه تماما عن الاوقات العاديه، وانها ضد وضع قيود على الاعلاميين، ولكن الوضع بيتطلب وضع ضوابط للمهنه لتحمل المسؤوليه الوطنيه. اكدت الكاتبه كمان الصحفيه فريده النقاش رئيسه تحرير جريده الاهالي ان الوضع الحالي ما بيسمحش بوجود تقييد على حريه الاعلام، ونبهت على ان الرئيس السيسي ما كانش يقصد بخطابه وجود سطوه او تقييد على الاعلام. وضحت ان مصر مرت بموجات ثوريه من اول يناير 2011 لحد دلوقتي مش هترجع البلد لورا او هتعمل ابواق تهلل للرئيس. نبهت الى انه في مخاوف على حريه الاعلام ولكنها مش هتنجح. ابرز المنشطات اللي موجوده.